يروج إعلام أسد إلى أن عناصره هؤلاء استطاعوا دخول مدينة سراقب، لكن وبمتابعة مراصد الفصائل المقاتلة تتكشف الحقيقة، فطيران المحتل الروسي تكفل بتمهيد الأرض لهؤلاء لدخول سراقب التي تشهد حرب شوارع، وتتلاحق المقاطع المصورة القادمة منها التي توثق تدمير آليات ميليشيا أسد وأسر مقاتليه. وحتى طائرات الاستطلاع الروسية لم تسلم من نيران مقاتلي الفصائل. الثابت الوحيد في معارك الشمال السوري كافة أنه بغياب طيران المحتل الروسي عن الساحة تنقلب كافة الموازين ويصبح المشهد كالتالي. على جبهة كفرنبل تثبت الفصائل أن غياب طيران الاحتلال الروسي كفيل بتحرير ما سيطرت عليه الميليشيات الطائفية، فقد تمكنت الفصائل من استعادة السيطرة على حرش كفرنبل جنوب إدلب بعد معارك عنيفة وسط تقدم للفصائل باتجاه بلدة كفرنبل التي استطاعت السيطرة على الجهة الغربية منها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الطائفية. وأمام هذا المشهد اختار المحتل الروسي وميليشيا أسد ترك جبهات كفرنبل وجبل الزاوية وتركيز جهودهما على دخول مدينة سراقب لما لها من أهمية في المفاوضات المرتقبة في موسكو، والتي ستتأثر بما يجري على أرض سراقب، حيث قتل وجرح العشرات من ميليشيا أسد خلال الاشتباكات التي لم تسفر حتى الآن عن ما يبتغيه الروس، إذ لا تزال الفصائل تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة، وقتلت خلال كمين محكم داخل الأحياء السكنية أكثر من 20 عنصرا لميليشيا أسد بينهم ضباط، بانتظار رد الفعل التركي الذي لا يزال يحشد لاستعادة ما خسره في سراقب استعدادا لمفاوضات موسكو. يا أبو سامة.